طيب الآن نبغى نعرف إيش معنى هذا الكود أو معنى الكود اللي موجود في صفحة Git Info. لاحظ معايا ببساطة أنشأنا دالة اسمها Git Info، الدالة تنتهي هنا. الآن ما نبغى نتكلم عن المحتوى هذا، هذه الدالة وظيفتها تجيب المعلومات اللي طلبناها في الصفحة أو تجيب لنا صفحة info.php. أنشأنا زر عادي، قلنا له في الخاصية on click، لما يتم الضغط على هذا الزر استدعي الدالة get info، استدعي الدالة get info، وهنا عنوان الزر. خلينا نرجع، لاحظ الآن أظهر لنا الزر وعليه get information زي ما طلبنا منه. في عندنا span هنا، ممكن تحط أي شيء، ممكن تحط بي، ممكن تحط يعني باراجراف، ممكن تحط ديف، ممكن تحط اللي تبغاه، بس أنا حطيته span عشان ما يعرض لنا شيء. الاسبان هذا موجود معاه اي دي، انا حطيت الاسم من عندي جاكس. ايش فكرة الاسبان هذه؟ انت لما تيجي تسوي ريكوست بلا جاكس، لما تسوي ريكوست بلا جاكس يجيك الريسبونس، يجيك الرد اللي هو المحتوى اللي في حالتنا هذا، الرد اللي هو الصفحة دي. احنا مسؤوليتنا نحدد مكان فين بنحط المحتوى، فانا قلت له ابغى احطه في الاسبان في المنطقة دي الفاضية، يعني حددت منطقة معينة لازم احط لها اي دي عشان اقدر اوصل لها، والاي دي الاسم من عندي. فانا قلت له لما اضغط على الزر، لاحظ جيت انفو، حتدور على مين؟ حتدور شوف جاكس هنا، حتدور على مين؟ على الماك. شايف قلت له ديكيمنت جيت اليمنت باي اي دي، جيب لي الاليمنت اللي اسم الاي دي تبعه جاكس، وحط بداخله الريكوست الريسبونس عفوا. فانت ممكن تحطها ديف، يعني مو شرط يعني سبان، بس انا حاطها سبان بالشكل هذا. شوف احفظها على النقطة اللي أنا بوضحها، شوف النتيجة زي ما هي ما تغير شيء، بس النقطة اللي أنا بوضحها إنه لاحظ معاه، لو كنت أنا كاتب مثلا وحدثت سوي أو أضغط الزر، لاحظ جاب لنا المحتويات، جاب لنا المحتويات وحذف المحتوى القديم، حذف المحتوى القديم. يعني انا لو كنت كاتب عشان الصفحه اللي سابقه فيها، لو كنت كاتب اكس واي زد في المنطقه هذه، لاحظ سيرف فريش، لاحظ حذف لنا الاكس واي زد. ليش؟ تمت عمليه استبدال هنا. فاحنا قلنا له الريسبونس لما يجي حطه بداخل الديف هذه، يعني حيمسح المحتوى ويحط لنا الريسبونس اللي جاء. النقطه اللي ابغاك تفهمها من هذا الدرس انه يكون عندك مكان تسوي منه ريكويست ومكان تستقبل فيه الريسبونس. من هنا احنا سوينا الريكوست من الزر واستقبلنا الريسبونس في الديف، عشان احنا شرحنا اول بشكل نظري ريكوست ريسبونس. فلازم يكون عندك مكان تسوي منه ريكوست، ولازم يكون عندك مكان تسوي او تستقبل فيه الريسبونس. هذه النقطة الاولى. طيب الان انت عرفت انه القضية هي عبارة عن ريكوست معالجة ريسبونس. يعني اول شيء لازم تبدا بعمل ريكوست، هذه اول، بعدين تتم المعالجه، بعدين يجيك الريسبونس. فلازم احنا لما نجي نكتب الكود نبدا بالريكوست. انشانا متغير اسمه XML HTTP من عندنا، var XML HTTP ممكن انت تسميه اي اسم. جميل، احنا نبغى نتكلم عن الجزئيه اللي لين هنا. اول جزئيه تسويها بالاجاكس اللي هو انشاء كائن XML HTTP request. هذا الكائن هو اللي مسؤول عن الريكوست. يعني بكلام مختصر، اول شيء لازم تنشئ الريكوست، يعني تنشئ الريكوست او كائن الريكوست. كيف انشئ كائن الريكوست؟ شوف معايا الان هنا قلت له if window.xmlhttprequest. ليش انا حطيت الشرط هذا؟ المستعرضات اللي هي الكروم والفايرفوكس والانترنت اكسبلورر من النسخة السابعة فما فوق، يعني السابعة وثمانية وتسعة وكذا، هذه النسخ يعني واضعة الكائن هذا بداخل الويندو، بداخل كائن الويندو. فأنا لما أقول هي هذه تركيبة، يعني الكائن هذا موجود بداخل مين؟ بداخل الويندو، يعني بداخل كائن الويندو. فأنا لما أقول له if window.xmlhttp request، انا اقول له اذا كان هذا، اذا كان الاوبجكت XML HTTP request موجود بداخل كائن الويندو، معناته هو اما في كروم ولا في فايرفوكس ولا في انترنت اكسبلورر 7 فما فوق، فيقوم يطلب بالطريقه هذه. لانه لاحظ الان قال له المتغير، قال له انشئ لي نسخه جديده
او انشئ ريكوست جديد نيو اكس ام ال اتش تي تي بي ريكوست، ولاحظ كيف ينكتب بالطريقه دي تكتبه. الان هو انشا ريكوست. else ليش؟ اذا ما كان الاوبجكت ده موجود في الويندو معناته ممكن يكون موجود فين؟ موجود في انترنت اكسبلورر، يعني الصفحه دي عرضت في انترنت اكسبلورر 5 او 6. عشان كده شوف كيف انشا الريكوست. في السابق الريكوست كانت تنشا كده في انترنت اكسبلورر 5 و6، فقال له اكتف اكس اوبجكت، شوف لاحظ انه انشا لي نسخه اكتف اكس اوبجكت مايكروسوفت دوت اتش تي تي بي، او عفوا اكس ام ال اتش تي تي بي ريكوست، اكس ام ال اتش تي تي بي ريكوست. بالطريقه هذه هو ايش يسوي الان؟ هو الان يبغى يختبر هل بالشرط هذا، هل اليوزر الان عرض الصفحه في متصفحات الحديثه ولا عرضها في متصفح انترنت اكسبلورر 5 او 6؟ طبعا في كلام كثير حنتكلم فيه، لكن هذا الشرط. فهو قال له if window.xml http request، المستعرضات الجديده حطت ال XML http request الكائن هذا حطته فين؟ حطته في الويندو. فهو بالشرط ذا يبغى يعرف اذا انه موجود هنا، يعرف انه الشخص هذا في المستعرضات الجديده اللي هي كروم، فايرفوكس او انترنت اكسبلورر 7 فما فوق. فيقوم يقول له شوف كيف ينشئ الكائن، لانه في المستعرضات الجديده انت انشاء الكائن بالشكل هذا. في مستعرض انترنت اكسبلورر القديم انشاء الكائن بالشكل هذا. فهو الان يسوي الخيار هذا عشان يعرف كيف ينشئ الكائن بالنسبه للمتصفح المناسب. ففي الغالب هي تنشا كذا، لكن احترازا هو وضع هذا. جميل. عشان كذا هو قال له ايش؟ قال له انشئ لي هذه، او اختبر لي اذا كان الاوبجكت موجود هنا ولا لا، لانه المستعرضات الجديده تضع هذا في الويندو. الان لاحظ، خلينا نجي للسطر هذا، انشئ لي ريكوست جديد عن طريق ايه؟ شوف المتغير اللي انشأناه هنا، قال له انشئ لي نسخه جديده او ريكوست جديد اكس ام ال اتش تي تي بي ريكوست او اكتف اكس اوبجكت مايكروسوفت دوت اكس ام ال اتش تي تي بي ريكوست. الان بغض النظر عن اي مستعرض، تم انشاء مين؟ تم انشاء الريكوست، وهذه هي اول خطوه، هذه هي اول خطوة لازم تعرفها.